في الفيديو ده بقى كده خلينا نكمل بعض خصائص الويندو اللي هي النافذة. طبعا احنا في الفيديو اللي فات عرفنا ازاي نعمل نافذة، نشوف ازاي نكمل بقى بعض الخصائص اللي فيها. زي ما قلنا المكتبة دي بتدي حاجات جاهزة اقدر اتعامل بيها، فعندي حاجة اسمها appearance جاهز، بحيث ان انا ممكن اعمل ايه، ممكن اكتب كده set appearance، بس هكتب سيتي كي الاول لان هي طبعا موجودة جوه السيتي كي دي، ctk.setAppearanceMode بالشكل ده. فبياخد نص، يعني بياخد نص بالشكل ده. النص اللي هو ممكن ياخده، ممكن ياخد نص بالشكل اللي هو دارك، يعني انت عايز السين بتاعه يبقى دارك ولا لايت، ولا على حسب السين بتاع السيستم، يعني على حسب الويندوز. لو الويندوز دارك خلاص يبقى المود بتاع البرنامج اللي هيفتح ده دارك، لو لايت يبقى خلاص المود بتاع البرنامج اللي هيفتح لايت. فانا مش هخليه على حسب الويندوز في البدايه، تعالوا نخليه دارك هنا الاول. فزي ما انت شايف كده لو انا جيت اشغل هتلاقي ان ده المود الدارك اهو، ده المود الدارك. طب لو انا عايزه لايت فهتكتب لايت، فده كده المفروض، ها ده كده المود اللي هو اللايت بالشكل ده. طيب لو انا عايزه على حسب السيستم، انا السيستم عندي المفروض ان هو لايت يعني، فزي ما انت شايف كده هتلاقي لايت اهو. طيب زي ما انت شايف كده انا معايا سيت ابيرنس مود حاجه جاهزه، لو انت عايز التطبيق دارك تعرف تظبطه ان هو دارك او لايت او على حسب السيستم، ودي ميزه كويسه في المكتبه دي يعني. طيب في عندنا الزراير اللي احنا بننزلها او الحاجات اللي احنا بننزلها في التطبيق، بيبقى مثلا ليها مش شرط انت تقعد تعمل اللون بتاعها، هو انت ممكن بامر واحد تظبط الحكايه دي، ان انت هتكتب كده ctk.setDefaultColor بالشكل ده، بحيث ان الديفولت كولر اللي هيمشي على البرنامج كله هيكون لون بلو مثلا. يبقى اذا لون الزراير مثلا هيكون بلو، لون السلايدر لو انت نزلت سلايدر هيبقى لونه بلو. طبعا انا هنا مش منزل حاجه اصلا خالص، فلكن لو انا نزلت حاجه هتلاقي ان هي فعلا لونها اللون اللي انت حاطه ده. ممكن ناخد مثال عليها، بس مش شرط انت تشوف الحتة دي لان ده مش تبع الدرس، يعني اللي هي الحتة اللي انا هكتبها هنا دي مش تبع الدرس بتاع النهاردة، ولكن انا هقولها علشان ايه، نوضح بس الحكاية دي. انا مثلا لو عايز اعمل بوتوم موجود في السي تي كي الكاستوم تيكي انتر يعني، فهتكتب حاجة بالشكل ده كده، ان مثلا البي تي ايكوال سي تي كي دوت سي تي كي بوتوم بالشكل ده اللي هو ده، وطبعا بتدخل له الماستر بتاعك اللي هو الاب، ومش مهم الحاجات دي دلوقتي، تعالوا نديله بس تكست ان هو مثلا هيبقى مكتوب فيه ايه، جو مثلا. طيب وبعد كده هعمل زي ما كنا بنعمل في التيكي انتر عادي، باك، بحيث ان هو يتحط في مكان معين. ممكن مثلا نديله باد اكس ب 10 وباد واي ب 20. زي ما انت شايف كده لو انا شغلت هتلاقي ان الزرار اهو فعلا ظهر معاك، وهتلاقي ان السيم بتاعه ايه، ان هو لونه بلو فعلا. طب لو غيرت السيم هنا خليته لونه جرين، ممكن يبقى نكتب جرين، يعني هو في كذا سيم اصلا البرنامج بيدعمهم، يعني انت الكذا سيم اللي البرنامج بيدعمهم نكتبهم برضو هنا، ان هو بياخد بلو بالشكل ده، بعد كده او بياخد جرين او بياخد دارك بلو. فمثلا لو انا قبل كده اديته بلو، تعالوا نديله جرين، فزي ما احنا شايفين هتلاقي ان الزرار فعلا معاك بقى جرين بالشكل ده. ففعلا الكالر سيم دي حاجه كويسه، ان هي بتغير لك السيم او لون يعني بتاع الزراير، او اللون العام المشترك ما بين كل الزراير او الحاجات دي كلها. طبعا هو الحاجات دي جاهزه، يعني انت هنا ما لعبتش في حاجه، اي زرار هتنزله هيبقى هو اللون بتاعه ده. طبعا انا ممكن اخليه دارك وهتلاقي شكله بقى احسن، يعني زي ما انت شايف كده هتلاقيه كده ان ده اللون الدارك ماشي. فكل الزرار اللي هتنزل هتبقى مثلا باللون الاخضر بالشكل ده، فبيبقى في سيم موحد عليهم كلهم. يعني لو انا عايز اديها جيومتري معينه اللي هي الاب دي، اخليها ان هي جيومتري اللي هي الويندوز دوت جيومتري بالشكل ده، بحيث اني قبل كده
كنا خدنا في التيكي انتر ان الجيومتري دي بتعبر بتكتب جواها اللي هي ابعاد النافذه. مثلا انا عايزها كام؟ انا مثلا عايزها 1024 في 720، فكنا بنكتب بالشكل ده بحيث ان الويتس هو 1024 والهايت 720. فلو انت جيت تفتح هتلاقي فعلا ظبطها لك ان الويتس 1024 والهايت 720. زي ما انت شايف كده، ده عرفت ازاي تظبط ابعاد النافذه عن طريق خاصيه نفسها، يعني كانت موجوده قبل كده في التيكي انتر اصلا، فهي موجوده هنا برضو بنفس الطريقه اسمها جيومتري. عايز ادي للاب ده عنوان، فممكن ادي اب دوت تايتل اللي هو التايتل بتاع الاب، فاقول له مثلا تي كي تيست بالشكل ده. فلو انا جيت فتحت هتلاقي بقى اسم فوق اهو تي كي تيست. فده كده بالنسبه للويندو وازاي تتحكم في الخصائص بتاعتها زي ما احنا شفنا كده. هنبدأ بقى في الدرس الجاي نشوف الويجتس اللي بتتحط على الويندو دي وازاي برضو نتحكم في الخصائص بتاعتها.